ومن معه حق لا يخشى شيئاً. هيدي كرمة اللي كلنا بنعرفها، ولكن فعلياً هي مين؟ كرمة تلميذتي علمتها بالجامعة اللبنانية الأمريكية. أولاً بتذكر من كرمة هو إنها نشطة نبيها وواثقة من حالها، بالتالي يعني مش نوع الأساتذة، مش نوع الطلاب اللي يعني بصفوف الجراجويت بعدهم ملبكين وشيطاني. مرة طلعتها من الصف لأنه كانت يعني يجيها تليفون بالصف تطلع لترد على التليفون، وأنا ما بحب التليفون بالصف. شو كانت ردة فعلها لما قلت لها إنه لا؟ فوتها رجعتها. ودافعت عن حالها؟ لا مبلا بس ضليتني بنعها. محمد وجويس أنتوا أصحابها لكرمة؟ أنا وكرمة 23 سنة، كان عمرنا 9 سنين وبعدنا صاحبة لهلا. كيف كانت؟ كيف شخصيتها كرمة؟ كرمة كل حياتها قوية وهيك مشاغبة إذا بدك. ما قلتكن إنه بدها تستلم هي كل شيء له علاقة بالأخبار السياسية بالجديد، شو كانت ردة فعلك؟ ما كنا خايف إنه ما خفنا عليها لأنه كرمة شخص هيك طموح يعني. هذا الشيء كان استمرار لشيء بلشته بالجامعة اللبنانية الأمريكية بالأيو، لأنه هي كانت اللي أسست مجموعة حركة شعب بالجامعة. وأنا بتذكر أول مرة رحت على الاجتماع حضرت وتفاجأت لسببين. السبب الأول أنه كان في نسبة كتير من الحاضرين بنات، أنه شيء بمجموعة سياسية غريب، واللي أسس المجموعة المفاجأة تانية أنه أسس المجموعة هي بنت كرمة. فهي من وقتها يعني حطوا عناوين ثلاثة بالجامعة، كان وقتها العلمانية ومحاربة النظام الطائفي أو تغيير النظام الطائفي، محاربة الفساد، وبعدها مكملة بهالمسار وما حيدت. فلما راحت على الأخبار كان استمرار طبيعي لعملها، يعني شغفها واندفاعها من وقت الجامعة حتى قبل، يعني من أيام المدرسة. بس يكون في حدا متضرر، في كوز معين، قضية قومية، ناس مستضعفين، دائما تكون هي سباقة بدها تعمل شيء، بدها تتحرك لحتى تساعد هذا العالم. بينما بقى لا بالعكس، كان سبورت. فبتذكر وقت اللي كنا بالجامعة كنا نحضر كتير مظاهرات. طبعا هي عدتها كانت تجيب الكوفية وننزل، فبكذا محل يعني أمرار بتحتدم الأمور، فبصير في تراشق بين الطرفين. فهي ما كانت تتردد يعني تمسك ويلا بدها تزد شيء عليهم، بس هي كمان رميتها شوي ضعيفة. فكانت بين ما انه نحن ملهيين بالتظاهر نصير ملهيين نشيلها لانه هي عم تكب الحجر علينا، لا نشيلها ورات المظاهرة. حسيتوها كيف هوني قوي؟ لا ابدا مش خايفه يعني، مش هيك ما بتخافي عليها لانه ما بتسمح لك تخافي عليها لانه ما حق بلاك اكزاكتلي يعني ما حق لي بدها تخاف يعني. كرمة عشت من المدرسه من بيروت على صيدا، وكنت انا بنفس بالانجليه يعني هي اشت على الانجليه، وصراحه اتخنقت معها اول شيء، ما كنت اعرفها. اخذت قشطه سيلولر، كنت اشر بالمدرسه قشطه سيلولر، ما كان في حدا معه سيلولر بصيدا كله. فجاي عم تحكي على التليفون وهيك قشطه اياه. كان كريسمس بعدين ورايحين على فقره، انا ما كنت رايح معها، كنت رايح مع اصحابي، وتلاقينا هونيك بفقره على اساس انه بدها تعمل مشكل معي انه انا هذا اللي شك عني وفسد عني. ممنوع سيلولر بالمدرسه. اي بس مين انت لتقلها لا؟ كنت اشر يعني هذا اللي مثل المونيتور بالملعب ومن الملعب. كنت طويل كثير فحطوني اشر. انت كنت القاضي يعني. شو عملت؟ مين ربح؟ اكيد صرنا اصحاب، ما ربحنا، انه جينا بدنا نعمل مشكل، بتعرفي كرمة كيف تفوت بالقصه، عيط وكذا وهيك، وفجاه بلشنا عم نضحك صرنا اصحاب. احنا كنا نركب خيل سوا، فانا وقعت مره ما رجعت طلعت، هي كل مره توقع 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 ترجع
ولا يهمها. يعني عندها مثابرة لما بدها ايه. الشغلة بتعملها ما بتخاف. في شيء بخوفها؟ بحس بتخاف كتير على عائلتها. العائلة بتخاف على العائلة. اشتقتوا لها؟ كتير كتير كتير. وشو عم بتفكروا هلأ هي بلا هاي؟ شو اللي هيك؟ شو في أفكار براسكن؟ عم فكر أنا يمكن رح تربح. رح تربح؟ أنت شو بتقولي؟ لا كمان؟ حتربح وترجع؟ لأنه كلماتها لما عم بحضر لما أسمع كلماتها عم شوف إنه واو إنه هدول الكلمات كتير حلوين ويمكن رح تربح. أكيد ونحن بنقول نفس الشيء.